واجه ترامب معضلة في العثور على محام مؤهل من فلوريدا للانضمام إلى فريق دفاعه. واشنطن بوست قالت إن محامين بارزين في فلوريدا رفضوا الترافع عن ترامب بعد استقالة اثنين من محاميه الرئيسيين الأسبوع الماضي. أضافت الصحيفة أن ترامب أمضى يوم الاثنين في مقابلات مع محامين محتملين والاجتماع بفريقه القانوني ومستشاريه لمناقشة القضية. مستشار لترامب أشار إلى أن تود بلانش سيقود فريق الدفاع كما فعل في قضية ترامب في نيويورك. خبراء قالوا لواشنطن بوست إن ترامب يعاني في تعيين المحامين منذ انتخابه رئيساً عام 2016 بعدما عرف عنه تجنب المشورة القانونية أحياناً وعدم الدفع لمحاميه في أحيان أخرى. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.